جلجل، انا متفهمه جدا ان الموضوع ممكن يبقى موتر ويبقى فيه قلق، دي حاجه طبيعيه على فكره، انا مش جاهله، بس هي ما كانش لازم كل اللي انت عملته ده، خنصر وبنصر وتحجز الاوضه باسم سيد، يعني ليه كل ده؟ والله والله يا سلمى، انا تمام، بس هي ظروف يعني. معلش معلش يا سلمى، ممكن تسيبيني النهارده؟ اسيبك النهارده يا جلجل؟ مش هينفع اسيبك ولا النهارده ولا بكره ولا بعد كده، انا خلاص بقيت مراتك، يعني خلاص المفروض نبقى قريبين وتحكي لي كل حاجه. اقول لك على حاجه، انا مش مراتك اصلا. نعم. انا صاحبتك. انا صاحبه شقك اللي تحكي له كل حاجه. طيب انا باكد لك والله، بقى هو ما فيش حاجه، هو بس مجرد شويه لعبك او كده. طب تلعب تروث اور دير؟ دي اللي هي عريس وعروسه بالانجليزي ولا ايه؟ بلاش دي، هقول لك تعالى نلعب كوتشينه. لا يا جماعه، انا ما يتقليش كوتشينه يا جماعه، انا ما يتقليش كوتشينه. طب خلاص خلاص، احنا ممكن نلعب اي حاجه تانية. لا 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 لا، احنا مش هنلعب حاجه، انا عندي اقتراح حلو. اسمعيني على السويت واديني 5 دقايق، هتلاقي صوت حدوه حصان بتجري في الكوريدور جاي عليك. قلت انا صاحي من بدري وعبال ما استنيتك كنت بنام اصلا، واليوم طويل قوي انت عارف. قول لي 5 دقايق رهوان، صوت حصان ايه طب في بليز ما الكوريدور. تتخرج. حاضر. ماشي، يا رب ما نمش. الحمد لله، واحد يعوق وربك يفهم. صباح الخير. صباح الفل. هو ايه اللي حصل؟ انت جيت امتى؟ انا جيت بعدك بشوية، يعني جيت لك نايم. ايه ده، ما صحيتنيش ليه؟ تيش عليا، دخلت لقيتك نايمة زي البيبي زي الملاك. لا اسف يا حبيبي، ما تزعلش مني، انا كنت تعبانه قوي امبارح، وبعدين بصراحه انت اللي خدت وقت كتير، تستاهل. سلمى ممكن ما اسمعكيش، بتتاسفي ابدا؟ ده الايام جايه كتير، نروح من بعض فين؟ ايه ده، انت لسه بهدومك؟ ايه؟ انت ليه مش لابس بيجاما؟ انا اصلا خايف اقول لك تتريق عليا. قولوا، انا هحاول ما اتريقش. سلمى، لما دخلت عليكي بالليل قربت علشان اصحيكي، درتشاشك عيني من عليكي. يعني انت فضلت طول الليل بتتفرج عليا وانا نايمه؟ يا ريت تكفى. تصدقيني لو قلت لك زعلت لما صحيتي؟ طب هتصدقني انت لو قلت لك ان انا ما كنتش متخيله انك بتحبني قوي كده؟ يعني مش زعلانه من اللي حصل امبارح؟ لا طبعا. ازعل من ايه؟ جوزي حبيبي وقاعد بيتفرج عليا طول الليل وانا نايم، كده احسن من اي حاجه تانية. وبعدين بصراحه انت فكرتني بمامي، كانت بتتفرج عليا طول الوقت وانا نايمه. يلا قوم بقى غير هدومك عشان ننام. ايه؟ قوم غير هدومك عشان ننام، انت ما نمتش طول الليل. لا لا، ما مش هينفع. ليه بقى؟ انا عامل لك مفاجأة. تعملي مفاجأة؟ بليز قولي هي ايه؟ سلمى، احنا لو قلنا المفاجأة تبقى مفاجأة برضو، انا بس هروح شوية كده واجي لك بسرعة. لا انت هتتأخر بقى. يعني على حسب الظروف يعني. لا لا ان شاء الله، بس هرجع بقى الاقيكي صاحية مش نايمة بقى وتبوظ علينا. باي باي. ايه ده؟ اللي انت لابسه ده؟ انت كنت ماشي كده في الاوتيل؟ يا بنتي بقى، ما هي دي المفاجأة اللي انا كنت محضرها لك. ايه رأيك؟ ايه الخروف ده؟ جدي ده، جدي بيرمز للقوة والثبات. ده خروف. أخرى هتقول لي خروف؟ جدي. ركزي طب كده يا سلمى. انت برج ايه؟ برج الجد. ايش؟ قلت لي بس انا عايز اعرف على حاجة انت مش واخد بالك منها، احنا متجوزين ف دي خلاص كانت زمان. مرحله خلصت. ايوه بس حركه كيوت قوي، ما كنتش متوقعاها يعني. هاخد بالي من البيجاما دي على طول. ده انا بفكر اعمله تاتو، اعمله هنا على رقبتي كده ورا ودني، ولا اعمله على كتفي في الحته دي. انا شايف ان البيجاما اصلا حلوه قوي يعني، بليز بليز بلاش نعمله تاتو، يعني هي كده تحفه، فاهم؟ وانا بجد انا مبسوطه قوي بحركه البيجاما. بس معلش ثانيه واحده، انا اسفه. اه ايه ده دندونة؟ ايه ده، وصلتوا؟ ماشي، طب هلبس وانزل لكم دلوقتي. ماشي حبيبتي، خلاص. لما باي 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 دي، لما اجي باي اهو سايبه البتاع ونازله وترجع تقول انا اللي مش موجود، انا متاح اهو. دينا وساره كان عند بابي في البيت وانا طلبت منهم شويه حاجات، فهنزل اخدها بسرعه واطلع.
ومش هاخد وقت يعني. طب سلمى معلش، ممكن ما تجيبيش سيره يعني اللي حصل امبارح وكده؟ انت عارفه البنات بيقعدوا يرغوا بقى مع بعض، يعني ممكن يفهموا حاجه غلط. انا اقدر اقول حاجه زي دي؟ عيب يعني؟ ما توصينيش، احنا اخوات. اخوات؟ انا بدات تلقح. بهزر بهزر يا عم، ما هزرش. ممنوع انا انت تهزر وانا لا. بهزر ما مش عايزك تقلق خالص بجد، كله هيرجع زي الاول واحسن. زي الاول واحسن؟ هو انا الزمن داس على وشي بالجزمه ولا ايه بقى؟